عبوة ناسفة استهدفت رتلا عسكريا مشتركا بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة خلال تنفيذ عملية عسكرية مشتركة لملاحقة خلايا داعش الإرهابي في قضاء طوس هرمات شرق محافظة صلاح الدين. حكومة المحافظة المحلية أكدت أن العبوة زرعها الإرهاب خلال فترة سيطرته إبان عام 2014 وهي من مخلفاته. الحادث اللي حصل هو حقيقة لمخلفات قديمة لداعش، بالتالي يعني لا يوجد خرق يسمى خرق بمعنى الكلمة، كل القوات الأمنية موجودة، وحتى يعني المناطق الواهنة هي مستهدفة من قبل الطيران بشكل مستمر، وحتى يعني القوات الأمنية الموجودة. لكن هذا الخرق هو حقيقة، أو هذا الحادث اللي حصل هو تعرف جنابك، يعني هذه المناطق تعرضت إلى يعني احتلال كبير لعصابات داعش اللي دامت لأكثر من 9 أشهر، بالتالي زرعت هذه العصابات المجرمة هذه المناطق بالألغام وصارت بها أدغال ومناطق واهنة، بالتالي صعب على أن القوات الأمنية يعني أحيانا يعني تقع في هذا الإشكال. لكن الوضع الأمني بشكل مستمر ومسيطر عليه، وكل صلاح الدين هي مؤمنة والحمد لله. مسؤولون دعوا الجهات الأمنية لتمشيط المناطق التي تحتوي على المخلفات الحربية، فيما بيّن مراقبون ضرورة التنسيق بين القطاعات المشتركة خاصة في الحدود الفاصلة مع أقليم كردستان العراق. دعوتنا إلى الحكومة المركزية وخاصة وزارة الدفاع والداخلية أن تكون هناك تمشيط هذه المناطق الفراغ الأمني، كون هناك وجود أكثر من عبوة ناسفة وهناك صواريخ لم يتم تفجيرها حتى الآن. إحنا نستعين بالحكومة الاتحادية وكذلك قطاعات عمليات صلاح الدين وكذلك وزارة الدفاع والداخلية أن يتم تفجير هذه العبات الموجودة في الفراغ الأمني، خصوصا أنه محافظة صلاح الدين تحدها محافظات إقليم كردستان، فيتطلب كثافة الجهد الأمني ويتطلب أكثر تنسيق من أجل ديمومة الاستقرار والأمن. محافظة صلاح الدين الحمد لله تتمتع بفضل الله سبحانه وتعالى القوات الأمنية بانسيابية أمنية عالية، لكن تحتاج إلى سد الثغرات من خلال التنسيق العالي مع حكومة المحافظة من جهة والقوات المشتركة الحدودية مع أقليم كردستان من جهة أخرى. من صلاح الدين، حمزة ربيعي، أي نيوز.